Hello my beauties and welcome back to my channel. المهم البنات ما غاديش تعرفوا شحال انايا فرحانه حيتاش اخيرا جلست هاد الجلسه هادي وجيت باش نصور لكم. بصح بزاف منكم عارفين بانني مريضه، راني فيها المهم لما نهضروا باش ما يديروش علينا داكشي هنايا في اليوتيوب راكم عارفين. المهم يس كنت درت المهم هادي راه تقريبا 4 ايام باش لقيت راسي بوزيتيف، ومع ذلك المهم دازت اول يومين مزيان الحمد لله، ودابا كنحس براسي كما كتشوفوا لايك توتالي نورمال ولكن مازال بوزيتيف، فخصني نبقى في الدار. وهادشي علاش قلت هاد الوقت لهذا اللي خصني نجلس فيه في الدار، علاش لا ما نستغلوش ونصور لكم دي فيديوز ونرجع لليوتيوب ونرجع لقناتي اليوتيوب. وجاتني الوكحه غادي نشرب ميها بلاتي، شوفوا راه دايره ماتشي ماتشي زعما. الحمد لله. المهم كنا جالسين اختي وانا قلت باش غنرجع اليوتيوب خصني نرجع بشي فيديو اللي ما يكونش هكا السلام عليكم عبد السلام جاكم، يعني بحال ما كنت غايبه ما شي حاجه ما جاتش، قلت ضروري انني خصني يعني يكون شي حاجه هكا اللي نرجع بها شويه بشويه اليوتيوب. فقلت غادي ندير لكم كيو اند اي سؤال جواب، وهاد الفيديوهات انا عارفه بالله كتعجبكم وما عمرني ما درتو في الشانل ديالي، ما عمرني ما درتو في القناه. مهم حطيت لكم في الانستغرام كيو اند اي، قلت لكم زعما سولوني شنو بغيتو وتبارك الله جاوني شي اسئله زعما وما نكذبش عليكم شي حاجات اللي واعرين كاينين شي اسئله اللي صراحه ما غاديش نجاوب عليهم حيتاش كما كنقول لكم ديما ماشي كنتهرب نجاوب، ولكن كاين شي اسئله اللي ما كيخصونيش انا كيخصو شي حد اخر فانا ما غاديش نجاوب عليهم. ملي كيكون سؤال خاصو فيا انا ولا فيا انا مع شي حد اوكي نقدر نجاوب، ولكن ملي كيكون سؤال اصلا كله خاصو بشي حد بحال شي حد شنو كيخدم ولا شي حد شنو جنسيتو اتس لايك شنو غتستافدي الا قلت لك انايا هاد المعلومه هادي، يعني ما كان فضول كيوريوس فما غاديش نجاوب عليه. المهم هنايا انا كتبت سميتو كتبت الاسئله ديالكم، لحقاش التليفون اللي فيه الانستغرام اللي فيه الاسئله هو اللي كنصور به، فقلت غادي نكتب الاسئله ديالكم هنايا في قدامي زعما وغادي نقراهم عليكم وغادي نجاوب. انا خديت تقريبا 7 ديال الاسئله، المهم انا عارفه راسي حيتاش كل سؤال غادي ياخذ مني بزاف ديال الوقت فما غاديش نبقى جالسين هنايا شي 6 سوايع ولا 7 ساعات، فقلت هكايا باش ما ناخذش بزاف ديال الوقت ونجاوبكم عليهم بكل صراحه. المهم غادي نبداو مع اول سؤال اللي انا حطيت اول سؤال لحقاش بغيت نبدا به اصلا هذا الفيديو هذا اللي هو فين غبرت. فين غبرت؟ عارفه راسي غبرت على اليوتيوب، غبرت على السوشيال ميديا ان جنرال، يعني حتى في الانستغرام ما بقيتش كنبوستي زعما بحال شحال هادي، كنبوستي شي حاجات شي لقطات سورتو فواحد الفتره كنت غبرت فريمون بزاف. فين غبرت؟ غبرت البنات في الدنيا، غبرت انني شوفوا ما عمر ما كانت السوشيال ميديا هو الخدمه ديالي. بالنسبه لي انا السوشيال ميديا هي فقط واحد المتنفس اللي كنبارطاجي فيه، كندير فيه تصاورات كنضحك فيه شي شويه وداكشي، ولكن كورونا فيروس مهم، ولكن ما عمره ما كان يعني نقولوا حنايا العمل ديالي يعني البروفيسيونيل، لا الخدمه بالنسبه لي ولا القرايه كانوا ديما حاجه اخرى، كنت كنحلم ندير حاجه اخرى اللي الحمد لله انا كنديرها دابا واللي بديت فيها واللي ماشيه فيها ان شاء الله. من شهر 6 2021 باش بديت الخدمه، احنا دابا في شهر 3 2022 تقريبا 9 شهور، فداك الشيء علاش كنت ما عنديش الوقت نهائيا. اول حاجه بدلت الدار، ماشي في نفس الدار اللي كنت فيها اخر مره صورت لكم، يمكن قبل اخر مره اخر مره صورت لكم كان لانيفيرسير ديال اديل اللي قبل منها، المهم كنت في دار اخرى دابا انا في دار اخرى. اديل في الكيندرغاردن، انا كنخدم، بزاف الحاجات اللي تبدلوا في حياتي. المهم تعرفوا حاجه بحاجه مع الوقت. فالمهم شنو كنت غادي نقول لكم، فهذا هو اللي خلاني انني خصني نركز على الكارير ديالي ولا المجال ديالي المهني. هذا الفيديو برعايه الكحه. مهم اسمحوا لي راه ضروري خصني بان عليا بانني فيا هذا فهمتوا. ثاني سؤال، كيف كنشوف العيشه في المانيا؟ العيشه في المانيا بزاف كيجيني هذا السؤال، ماشي اول مره، من قبل كان جاني كنت قلت لكم تسولوني كنت درت كيو اند اي في الانستغرام وكان جاني بزاف هذا السؤال ما كنت جاوبت عليه حيتاش ما يعني ما عرفتش كيفاش غادي نجاوب عليه، ولكن
اوكي منين بغيت وني نعطيكم رأيي زعما على العيشة ديال زعما ديال الواحد هنا في ألمانيا ان جينيرال. بالنسبة ليا انايا زوينة، سورتو انني جربت عشت في بزاف ديال الدول من قبل. بالنسبة ليا ألمانيا واحد الدولة اللي هي اول حاجة غير لو في ديال انك كيفاش كتكوني عايشة في اوروبا راه شي حاجة اللي زوينة، يعني عندك فرصة، فما بالك انك عايشة في واحد الدولة اللي هي واحدة من اكبر الاقتصادات الاوروبية هنايا ولا في الاتحاد الاوروبي، فهذا كيعطيك واحد الفرصه اللي هي اكبر. ولكن خصك تعرفي ان كيفاش كتكوني عايشه في المانيا، عندك جوج ديال الحاجات الا بغيتي توصلي ولا بغيتي تنجحي، خصك تقراي اللغه، خصك تقراي ولا تكون عندك ديجا ديبلوم ديالك، ولا تكوني ولا تجي ديري هنايا بعثها باللونغ ديالك وات سو ايفر. هكايا كتقدري انك تبداي واحد البدايه صحيحه زوينه هنا في المانيا. وفريمون هنا في المانيا كيدعموا. انا بالنسبه ليا كنت واحد كنشوف راسي انسانه محظوظه هنايا في المانيا، والحمد لله ما عمرني واجهت مشكل ديال العنصريه لا مع الالمان ولا مع زو الناس الثانيين اللي هما حتى هما اوسلاند يعني، ولكن عمرني ما حسيت براسي واجهت شي مشكل هنايا. بالعكس كنلقى ديما يد المساعده. ما غاديش نكون زعما ما عنديش شي اجابه اللي هي غير ايجابي، غير عندي غير اجابات اللي هي ايجابيين. هذه هي النظره ديالي لهنا المانيا، وبلد زوين. وبصح هو في واحد الناحيه اللي هو ماشي ناحيه مهنيه، انا كنهضر مهنيا ودراسه، ولكن الناحيه ديال انك تخرجي نايت لايف ولا مثلا ريستورانت و اوتيلات والخروج وداكشي، ماشي داكشي اللي حنا كيعجبنا. يعني ملي كتكوني انت جايه من المغرب ومثلا مشيتي لدبي ولا مشيتي لشي بلاصه وكتجي المانيا، يعني بالنسبه للدول الاوروبيه الاخرى كتعتبر شويه ناعسه في هذا الموضوع هذا، ولكن كيبقى لك لو شوا انك تقدري تخرجي، يعني كلشي قريب لك. يعني المانيا فواحد البلاصه اللي قريبه لك فرنسا، قريبه لك سويسرا، قريبه لك نمسا، قريبه لك هولندا، تقدري تمشي فيما بغيتي. غادي نبان لكم هبطت شي شويه حيتاش رجلي رقدات ليا وقديت الجلسه. المهم السؤال اللي من موراه هو واحد السؤال اللي جاني بزاف وانا كنت عارفه غادي يجيني بزاف، اللي هو فاش خدامه دابا. باش نشرح لكم فاش خدامه انايا دابا خصني نبدا لكم في القصه كامله، والقصه كنت باغا نديرها لكم انايا في واحد الفيديو هكا باش بزاف ديال البنات تستافد على شنو الخدمه ديالي وكيفاش لقيت الخدمه ديالي وبزاف ديال الحاجات، حيتاش انا عارفه بان واحد القصه اللي زوينه اللي نقدر حتى كنت باغا نهضر على شنو قريت، شنو عندي في القرايه ديالي كامله، وندخل معاها كيفاش لقيت الخدمه، ونجاوب البنات على هذا الموضوع هذا كامل في فيديو. وان شاء الله غادي ندير هذا الموضوع هذا، ولكن دابا غادي نجاوب بعجاله. هنا في المانيا كاينه شي حاجه سميتها اوسبلدونغ، راكم عارفين هنا في المانيا فاش كتبغي ديري اي شيء اي تخصص كتمشي كديري اوسبلدونغ. انا ديجا فاش كنت في تركيا كنت درت واحد العام ديال اداره الاعمال، وكنت خدمت في واحد لوتيل مهم معروف، كنت قلت لكم على هذيك التجربه، وخديت واحد شويه ديال الاكسبيريونس، وهذيك شويه ديال الاكسبيريونس اللي مع الحمد لله عندي لي لونغ، ومتمكنه الحمد لله من اللغه الالمانيه مهنيا انني نخدم يعني نمشي راسي في المجال ديالي. هادو ثلاثه ديال النقاط اللي خلاوني انني دفعت السيفي ديالي بحالي بحال اي وحده، وتقبلت انا هذه ثاني خدمه اللي كنخدم فيها دابا انا والحمد لله اللي ترسمت فيها. هي نقدروا نقولوا انا يا يعني ازو انجشتلت خدامه يعني موظفه كان مانجي الناس اللي كيكونوا كيديروا التدريب المهني ديالهم باش يتخرجوا باش يوليو بحالي او يوليو يعني في اداره الاوتيلات بصفه عامه. يعني فاش كيكون عندك عندنا يعني كيكون عندك اوتيل تيكون عندك المدير ديال الاوتيل، تيكون عندك المدير ديال القسم ديال مثلا نقولوا حنايا ديال الاستقبال ديال الاستعلامات ريسبسيون داكشي، تيكون عندك المدير ديال الهاوس كيبينغ، تيكون عندك المدير ديال الريستورون. فهنا تيكونوا عندك متدربين، داك المتدربين تيكونوا تيدوروا في هذا ديبارتمنت هادو في هاد البلايص هادو تيدوروا فيهم باش كيتعلموا لواحد المده ديال 3 سنين هنا في المانيا،
باش فاش كيتخرج كيقدر يولي يختار وحده من هاد البلايص هادو يخدم فيهم، ومن بعد يقدر يدير فايس بيلدونغ ديالو ولا يدير سوري مايستابيريف ديالو ويقدر يولي مدير. فانا تنخدم داكشي اللي غادي يخدم هاد الاتسوبي من مور 3 سنين ديال التدريب ديالو، و تن ماناجيه لحقاش هو مازال يلاه ترينر. هادي هي الخدمه ديالي. انا قسم بالضبط، انا كنخدم في القسم ديال المطعم. انا الاكسبيريونس ديالي عندي في اليوبال زعما في لوتيل كامل، حيت كنت خدمت في تركيا في بزاف ديال الفروع ديال البلايص. فهنايا كنخدم في المج ولا في القسم ديال المطعم. والحاجه الزوينه اللي وفرتها لي هذه الخدمه هذه هي اول حاجه واحد الشغف اللي عندي لهذا المجال اللي انا خدامه فيه بواحد الشكل. اللي شوفوا بالنسبه للمجال ديالي انا اللي خدامه فيه البنات اللي هو يعتبر الغاسترونومي، ما يمكنش تخدموا الا ما كانش عندكم واحد الشغف كبير. انا بالنسبه ليا ماشي على قد الفلوس، الحمد لله يعني السالير ديالي ممتاز جدا، صرت انني يعني كنت زيرو افونغ هنايا في المانيا، الحمد لله السالير ديالي زوين. خديت عقد اللي هو دائم، كتعرفوا شنو هي اون بيفريسيت فتخاك هنا في المانيا، يعني الناس راه كتجي كتجلس شحال من عام وما كتقدرش تاخذ اون بيفريسيت فتخاك في واحد لوتيل اللي هو معروف وواحد من اكبر الاوتيلات عندنا هنايا في المدينه اللي انا فيها. واحد لوتيل اللي هو زوين بزاف، السمعه ديالو زوينه بزاف. ف يعني كنت محظوظه بهاد النقاط هادو، ولكن خدمت على راسي البنات بزاف. كنتعلم كل نهار، كنتعلم فيما كيكون في كاين شي شولون كنمشي كنحضرو، فيما كان شي حاجه اونلاين كنمشي كنحضرها. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله ناويه انني غادي نقدم على المايستر بيغيف ديالي باش نكبر طموحي كبير، والحاجه اللي باغا نوصل ليها كبر من هادشي اللي انا فيه دابا. ولكن الحمد لله كانت واحد البدايه صحيحه اللي قدرت انني نلقى بها الطريق صحيح لداكشي اللي كيدير ليا اللي كيخليني نكون فرحانه وسعيده وتنخدمو بكل شغف. المعلومات بالنسبه للخدمه كيفاش لقيتها، كيفاش درت الفورشتيلون، كيفاش تهضروا، كيفاش 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 حتى البنات اللي مازالين في المغرب يقدروا يقدموا على بحال هاد الخدامي الا كنتي ديجا متخرجه لكن نتوما باغيين ديروا اوس بلونغ في هذا المجال هذا اللي هو المجال ديال هوتيل فاخفا وهوتيل فاخمان. تقدروا تقدموه من المغرب وتجيو لهنايا لالمانيا، يعني من الماروك للمغرب، من المغرب لالمانيا تقدروا تقدموا وتجيو عن طريق هذاك الهوتيل اللي غادي ديروا فيه نتوما التدريب ديالكم، وهو كيقدم لكم على المدرسه اللي غادي تقدموا فيها. فان شاء الله هذا الشيء كامل غادي نشرحه لكم في واحد الفيديو اللي غادي يكون خاص لهذا الموضوع هذا، حيت غادي نطولوا بزاف فيه دابا. اوكي السؤال الموالي ما عنده حتى شي، شوفوا السؤال اللي غنهضروا عليه دابا ما عنده حتى شي علاقه باللي كنا كنهضروا عليه. المهم السؤال كيقول شحال بغيتي يكون عندي ديال الوليدات، و زعما شحال بغيتي يكون عندي في ان جينيرال وفوقاش البيبي الثاني. شوفوا انا عارفه بزاف ديال الناس كتبعني وكتفرج فيا دابا كتبغي الولاد صغار، وكاين الناس اللي بزاف كيتمنوا انا يكون عندهم بيبي، وانا كنقول لكم الله يرزق كل واحد بغي يكون عنده وليدات. بالعكس شي حاجه اللي زوينه وشي حاجه اللي سبحان الله العظيم ما غتعوض لك هذاك الاحساس حتى تكوني ام الا كنتي باغا تكوني ام. لكن انا مؤمنه، بغيتي نشرب واحد الشغله د الماء، انا مؤمنه بانه كل واحد ربي سبحانه وتعالى كيعطي واحد الطاقه، وانا بالنسبه لي الطاقه ديالي اللي ربي عطاها ليا باش يكون عندي وليدات هي الطفل واحد فقط. بالنسبه لي انا كان موضوع انني اصلا نكون ام هو موضوع مطروح للنقاش، لانه انا كنت ديما كنفكر وكنت ديما خايفه من هذه المسؤوليه، لانه انا واحد الانسانه اللي باغا نربي بنتي، لانه عندي بنيه نربي بنتي. I'm kind of perfectionist، انا واحد الانسان اللي كنميل اكثر للمثاليه والكماليه وتنبغي كل شيء يكون على حقه وطريقه. ف
كنحس بان it's more than enough. يعني مستحيل انني نجيب ولد اخر ولا بنت بالنسبه ليا. يعني هذا يمكن يكون واحد الجواب اللي صادم ويمكن ماشي الناس كتهضر بحال هكا اي نو، ولكن انا تنهضر على شخصيتي وعلى تجربتي وعلى انا الطاقه اللي عطاها لي الله وعلى انا شنو بغا ندير في حياتي. حيتاش حنا ما كنعيشوش فقط لولادنا، حنا كنعيشو لينا. وانا واحد الانسان ما بغيتش نوصل لواحد العمر ونقول لولادي انا ضيعت عمري عليكم. انا بغيت نجيب بنت نربيها عندي الطاقه ليها، وفي نفس الوقت عندي الطاقه انني ندير راسي حياتي حاجه باش فاش تكبر هي غدا تقدر تمشي تعيش حياتها بلا ما نحسها بانني ضيعت عمري عليها. لا فهمتوا شنو بغيت نقول؟ فهذا بالنسبه لي انا رايي اللي سولتوني عليه بالنسبه للوليدات. وطبعا انا كنحترم اي واحد باغي وليدات، الله يرزقه والله يعطيه. وصراحه انا بالعكس كنشوف بان شي حاجه زوينه الا كان الانسان عنده الطاقه، وهي اختيارات وكل واحد كيختار اختيارات في حياته، وكل واحد فينا كيشوف شنو مسلكو حنا كنقولوا بالعربيه. وانا بالنسبه ليا يا الحمد لله وشكرا لله عليها. السؤال اللي جاي، هذه اكثر من 4 شهور ولا 5 شهور وانا كنتسول نفس السؤال. اسماء، واش طلقتي؟ اوكي، باش نكون معكم صريحه، هاد الموضوع هذا بالذات انا ما باغاش نهضر فيه. علاش؟ لحقاش انا ما مرني ما بارطاجيت معكم شي حاجه من حياتي الشخصيه، ولا رجعتوا للقناه ديالي كامله ما غتلقاو فيها حتى شي حاجه غادي نقدر انني نحيدها ولا نحيها لو انني انفصلت ولا ما انفصلش. علاش؟ حيتاش ما عمرني بارطاجيت معكم شي شخص ولا شي حاجه عندها العلاقه بحياتي الشخصيه. ما نقولوش حياتي الشخصيه، نقولو حياتي العاطفيه. ولكن يقدر يجي واحد الوقت انني نقدر نهضر في واحد الحاجه، نشوف راسي انني نقدر نفيدكم فيها في شي حاجه. حاليا اللي نقدر نقول لكم هو انني انسانه سعيده، مرتاحه، كنعيش طموحي، كنعيش فعلا 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 واحد المرحله من حياتي كنحس بها بواحد النضوج عجيب، بواحد الفرحه عجيبه، بواحد الاحساس بالرضا، بواحد الاحساس ديال انني كنبني بوحدي طوبه طوبه، وكنحس براسي بانني اندبندنت. وهذا الاحساس هذا جميل للناس، زوين انك تحسي براسك انك كتبني مستقبلك بوحدك. هذه واحد الحاجه واعره بزاف. سو والسؤال الاخير، ماشي الاخير، ما قبل الاخير، اللي هو علاش ما كنمشيش للمغرب؟ علاش ما كنمشيش للمغرب؟ اوكي، غادي ساد هذا السؤال هذا، كنت باغا ندير عليه شحال هذه فيديو، ولكن من بعد قلت صافي علاش ما كاينلاش. المهم البنات، انا جيت لالمانيا. مهم، انا اخر مره مشيت فيها للمغرب، من بعد انا الطريقه اصلا اللي جيت فيها لالمانيا ما جيتش عن طريق الزواج. هذه واحد الحاجه اللي يمكن البنات ما عارفينهاش. فمن بعد واحد الفتره فجيت لالمانيا كانت وقعت لي واحد المشكله كبيره ديال الاوراق، ومن موراها فصيبت الاوراق. فاش صديت الاوراق ديالي وتحلات هذيك المشكله، ولدت بنتي. فاش ولدت بنتي ما بقيتش قدرت انني نسافر، وجات الكورونا. ومن بعد كنت باغا نهبط للمغرب، وبنفس الوقت كنت كنقلب على خدمه. فاش جاتني هاد اللوف هذا ديال الخدمه ما يمكنش انني نقول ليه لا، حيتاش انا عارفه بانني انا عيقت. وبان شوفوا، انا بصراحه ما نكذبش عليكم، انا ما الى هبطت للمغرب انا ما تتهمنيش نهبط للمغرب باش نشوف زعما المغرب ولا نشوف البلاد ولا، ما نكذبش عليكم. انا بالنسبه ليا هبطت للمغرب، انا هبطت نشوف والديا فقط. انا بالنسبه ليا المغرب ما زعما شويه يعني اوكي كبلد كطبيعه وداكشي زوين، ولكن كمونتاليتي وداكشي انا ما كنرتاحش. وفي ما كنهبط كيوقع ليا بزاف ديال المشاكل، وبزاف تندخل في بزاف ديال القصص. فداكشي علاش اصلا ولات عندي لافوبي ديال الهبطه ديال المغرب. يعني هادشي ماشي جديد، انا راني 10 سنين وانا خارجه من المغرب، وفي ما كنهبط المغرب كتبقى ليا شي قصه. فهو الهبطه ديالي للمغرب هي على ود الوالدين وصافي.
وسبحان الله العظيم فاش جات هاد الخدمه هذه ما قدرتش نقول لا. وكما كتعرفوا فاش كتبداو الخدمه هنايا في المانيا كيكون عندكم واحد الوقت محدد باش تقدروا تاخذوا الكونجي. واصلا انايا في الخدمه ديالي بعدا عندي الصيف يعني كانسل، ما حتى واحد ما كياخذ فينا الكونجي في الصيف، حيت حنايا اصلا ابتداء من شهر 5 و6 و7 و8 كنكونوا فول، فامبوسيبل انني نقدر ناخذ فيهم الكونجي. فنشوفوا ان شاء الله من هنايا لشهر 9، كنتمنى انني يعني من شهر 9 لراس العام نقدر ان شاء الله نهبط المغرب ونشوف والديا، ومعلاش لا نشوفكم حتى نتوما نتلاقى معكم ندير معكم واحد الميت اب يلا لا. مهم ان شاء الله نشوفوا علاش لا يكون الخير، وهذا هو السبب يعني ما كاينش شي سبب اخر. كان يعني كانت سبحان الله العظيم كل مره كانت كتكون ظرف معين حتى لقيت راسي الحمد لله فواحد المرحله دابا اللي ان شاء الله صافي ما بقى والو، وان شاء الله غادي نهبط نشوف والديا ويا نشوفوا البلاد. كيبقى واجب، كيبقى واحد البلاصه جيده منها، واحد الاصل اللي دائما خصنا الرجوع للاصل فضيله فضيله بن موسى. مهم حتى جايه لي الضحكه وحق الله حيتاش ما منطقاش راسي جالسه كنصور لكم هذا الفيديو. اخر سؤال قالت لي واحد البنت كي دايره انا فاش سقريت السؤال صحابني كنقول انا كيفاش شنو، فخليت هذا السؤال تالاخر باش نجاوبكم عليه، باش بغيت نوصل منه واحد الرساله اللي هي وانا نسولها قلت لها زعما واش بغيتي تسولي، واش كتسوليني على دابا ولا اللي كتسوليني بصح زعما واش انا. قالت لي لا زعما هاو ار يو، زعما بغات تقول هاو ريلي ار يو، يعني بغيت نقول لكم ام ريلي جود ام لايك. شوفوا فاش كتحسوا بالروح ديالكم كدير بلينك 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 كتلمع، كتحسوا بالداخل ديالكم فرحان، فاش كتحسوا بانكم لايف، كتحسوا انكم فاش كتنعسوا وتفيقوا كتحسوا براسكم بانكم كتنتجوا كديروا شي حاجه في حياتكم. هذا واحد الاحساس زوين، وانا حاليا في واحد المرحله من حياتي اللي كنبني فيها وكنكتب فيها واحد المستقبل اللي من بعد غادي يولي ماضي، واللي غادي نشوف فيه بحالكم نقول يس اي ديد ذس كانس الاينا خلاوها الالمان فقط بوحديتي. و ذاتس واي ام ريلي هابي، الحمد لله ام بلست، بنتي بخير، انا بخير، عائلتي بخير. وبزاف ديال الحاجات اللي غادي نركز عليهم في هذه القناه قبل ما ننسى لي هذا الفيديو، اللي هما بغيت نهضر معاكم هضره ديال من القلب للقلب. غادي نرجعوا لديك السلسله ديال حديث بنات، وغادي نبنيو فيها بزاف، وغادي نهضروا فيها بزاف على البناء ديال النفس وديال الذات وديال كيفاش تركزي على نفسك وكيفاش تبني نفسك وكيفاش تكوني واحد الانسانه اللي تفتخري بها. And yeah that's it. المهم هذا الفيديو غادي يجي طويل، I'm sure as usual دائما فيديوهاتي كيكونوا طوال، ولكن بغيت نقول لكم بانني فرحانه بزاف انني درت لكم هذا الفيديو هذا وهضرت معكم. وان شاء الله الفيديو الجاي ما غاديش يكون بعيد حيت غادي نصوروا لكم يا اليوم يا غدا. ف غير انتم بارطاجيو، شوفوا شي هذه القناه هذه الا ما كبراتش ما تعرفوني ما نعرفكم لا والله الا فنضحك معكم، ولكن حركوا لنا شويه الفيديو لقيتو كديروا تبارطاجيو مع صحاباتكم كذا هذه باش شويه يطلع، وديروا لنا لايكات، ديروا لي لايكات مزيان باش هكايا يطلع، حيت شحال هادي ما درت حتى شي فيديو فما غيطلعش البنات بزاف انا عارفه. و الكومنت كثروا لي الكومنت بزاف لتحت باش هكايا يطلع الفيديو، وما تنساوش راني كنحمق عليكم كنموت عليكم انتم صحباتي وحباباتي وخوتي، والله لا يخطيكم عليا والله يحفظكم ليا والله يحفظ لكم كل عزيز غالي، وان شاء الله نشوفكم فيديو الجاي. تهلاو فراسكم، السلام عليكم، تشاو.